حفل التتويج الأول من نوعه منذ منتصف الخمسينيات، حدث تاريخي في بريطانيا تتجه إليه أنظار العالم أجمع. قائمة طويلة من المدعوين تضم وزراء ورؤساء حكومات وزعماء دول، لكن ثمة غياب لافت للرئيس الأمريكي، فما السبب؟ البيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن تلقى دعوة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو 2023، لكنه لن يحضر الحفل وسيرسل السيدة الأولى جيل بايدن بدلاً منه. فهل ثمة عداء خفي بين الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الدولتان اللتان تربطهما علاقات تاريخية وثيقة؟ أم يتعلق الأمر بازدراء من قبل الرئيس الأمريكي مثلما ذهبت بعض التحليلات البريطانية؟ الإجابة أبعد ما تكون عن ذلك، خاصة وأنه لم يحضر أي رئيس أمريكي أي حفل تتويج لملوك بريطانيا حتى بعد انتهاء العداء الذي استمر بين البلدين طوال الفترة التي سبقت استقلال أمريكا والإطاحة بالحكم البريطاني. أصبح الأمر تقليداً يمتد عمره لسنوات بعيدة، حتى في ظل العلاقة الوثيقة التي ربطت الرئيس الأمريكي دوايت آيزنهاور مع المملكة المتحدة. لم يحضر الرئيس الأمريكي حفل تتويج الملكة إليزابيث في خمسينيات القرن الماضي، واختار الحفاظ على التقاليد وإرسال موفد للحضور. لكن بالرغم من ذلك لم يؤثر الأمر على العلاقة بين رؤساء أمريكا بالمملكة المتحدة أو العائلة المالكة، إذ قام رؤساء أمريكا المتعاقبون بزيارات رسمية إلى بريطانيا والتقوا بالملكة إليزابيث، والتي بدورها قامت بأربع زيارات رسمية للولايات المتحدة خلال فترة توليها العرش على مدى 7 عقود.